كان فيما مضى شاب ثري للغاية، وكان والده يعمل بتجارة الجواهر والياقوت، وكان الشاب يؤثر أصدقاءه أيما إيثار، وهم بدورهم يجلونه ويحترمونه بشكل لا مثيل له. ودارت الأيام دورتها، ويموت الوالد وتفتقر العائلة افتقارا شديدا. فقلب الشاب في ذكرياته ليبحث عن أصدقاء الماضي، فعلم أن أعز صديق كان يكرمه وأكثرهم مودة وقربا منه قد أثرى ثراء لا يوصف، وأصبح من أصحاب القصور والأملاك والأموال. فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا أو سبيلا لإصلاح حاله. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم، فذكر لهم صلته بصاحب الدار وما كان بينهما من مودة قديمة. فذهب الخدم فأخبروا صديقه بذلك، فنظر إليه ذلك الرجل من خلف ستار ليرى شخصا رث الثياب عليه آثار الفقر، فلم يرضى بلقائه، وأخبر الخدم بأن يخبروه أن صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد. فخرج الرجل والدهشة تغلب عليه، وهو يتألم على الصداقة كيف ماتت، وعلى القيم كيف تذهب بصاحبها بعيدا عن الوفاء. وقريبا من دياره صادف ثلاثة من الرجال عليهم أثر الحيرة، وكأنهم يبحثون عن شيء، فقال لهم: ما أمر القوم؟ قالوا له: نبحث عن رجل يدعى فلانا ابن فلان، وذكروا اسم والده. فقال لهم: إنه أبي وقد مات منذ زمن. فقالوا: إن أباك كان يتاجر بالجواهر، وله عندنا قطع نفيسة من المرجان كان قد تركها عندنا أمانة. فأخرجوا كيسا كبيرا قد ملئ مرجانا فدفعوه إليه، ورحلوا عنه والدهشة تعلوه وهو لا يصدق ما يرى ويسمع. لكنه تساءل: أين اليوم من يشتري المرجان؟ فإن بيعه يحتاج إلى أثرياء، والناس في بلدته ليس فيهم من يملك ثمن قطعة واحدة. مضى في طريقه، وبعد برهة من الوقت صادف امرأة كبيرة في السن عليها آثار النعمة والخير، فقالت له: يا بني، أين أجد جواهر للبيع في بلدتكم؟ فتسمر الرجل في مكانه ليسألها: عن أي نوع من الجواهر تبحثين؟ فقالت: أي أحجار كريمة رائعة الشكل ومهما كان ثمنها. فسألها إن كان يعجبها المرجان، فقالت له: نعم المطلب. فأخرج بضع قطع من الكيس، فاندهشت المرأة لما رأت، فابتاعت منه قطعا ووعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد. وهكذا عادت الحال إلى يسر بعد عسر، وعادت تجارته تنشط بشكل كبير. فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديق الذي ما أدى حق الصداقة، فبعث له ببيتين من الشعر بيد صديق جاء فيهما: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى، وحين أفلست أعدوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق هذه الأبيات كتب على ورقة ثلاثة أبيات وبعث بها إليه،
جاء فيها: أما ثلاثة قد وافوك من قبلي، ولم تكن سببا إلا من الحيل. أما من ابتاعت المرجان والدتي، وأنت أخي بل منتهى أملي. وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن عليك خشينا وقفة الخجل. فليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة، ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم.